بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم، التواصل مستمر مع هذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة. شوطنا السابع ومفاجآت الشوط السابع كثيرة. نتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس للمشاركين هنا على أرضية هذا الميدان. يا سلام، اذهب هناك إلى الصدارة، اذهب إلى مقدمة هذا الشوط، العمال سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري في التضمير. النقل على المركز الثاني، هناك الذيب لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. ما شاء الله، محمد بن سعيد بن حلوة ثالث المراكز، وصلكم الفاتن بإنجازاته وبنواميسه لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. ما شاء الله، عبد الله بن المر بن سعيد بن حلوة الاجتبي متابع، ما شاء الله الفاتن ومضمر الفاتن. بينما اللي في المركز الرابع الذيب لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بارك محمد بن عيسى المطيعي. وفي المركز الخامس ما شاء الله شاهين سمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم سعيد محمد بن خلفان بن حزيم الفلاسي الله يا ابو محمد. سادس المراكز ما شاء الله تبارك الرحمن، هناك سراب لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم واحمد بن علي بن عامر العويسي. وفي المركز الثامن اللي في المركز الثامن ولا السابع اللي في المركز السابع ما شاء الله تبارك الرحمن شاهين لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد مختار احمد بالتضمير. وفي المركز الثامن من الجانب الاخر هناك وصلنا ري لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وعبيد بن حمد بن شينان المري. ها هي النتيجه، هكذا كان العنوان، هكذا كان الوصف التفصيلي للمراكز دعناها عليكم بالوفاء والتمام. نتمنى ان شاء الله التوفيق، نتمنى ان شاء الله الناموس يا الاخوه المشاركين المتابعين لهذه الانطلاقات الجميله، هذه الانطلاقات المميزه هنا على ارضيه هذا الميدان. ونحن دائما نذهب الى المقدمه، دائما نذهب الى الصداره. ما شاء الله، بقول العمال مسيطر على المركز الاول وصامد على مقدمه الشوط لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري. المركز الثاني لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم محمد بن سعيد بن حلوه. وثالث المراكز لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم ومبارك محمد العيسى المطيعي. المركز الرابع سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم عبد الله بن المر بن حلوه الاجتبي. هكذا كانت هي النتيجه للعنوان والنواميس. الله الله، مفاجآتنا مستمرة للغاية حتى هذه اللحظات الجميلة، حتى هذه اللحظات المميزة هنا على أرضية ميدان الطي، على أرضية ميدان الطي يتنافي دورة الطي. السلام، ولع دورة الضوء عاني هكي حذاها دورة الضوء ما شاء الله حذاها، دورة الإنجازات احذاها كلها نعدى البعض. اهلا هلا بك، مرحبا وحي بعداد دقات الثواني. مركاضها وترتيبها شيء، وناموس له طربه وشان، يشهد ان الناموس جميل على ارضيه هذا الميدان. الناموس شيء على ارضيه هذا الميدان. الصداره مع العمال، الصداره مع العمال، والناموس حتى هذه اللحظه مع العمال سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، ايضا سعيد بن عبيد الحميري. وفي المركز الثاني اللي في المركز الثاني لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد سعيد المكتوم محمد بن سعيد بن حلوة. ثالث المراكز الفاتن لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، وأيضا هناك عبد الله بن المر بن حلوة اشتبي. المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مضمر شاهين مبارك محمد بن عيسى المطيعي. شاهين وصل لمعالي الشيخ محمد بن بطيئة الحامد مختار أحمد في التضمير. ولكن العمال يا اختي روح هناك، خلاص روح غناتي كان بتروح، روح يا العمال كان بتروح. اظني خلاص بقول اظني تقريبا الشوط انحصر عند العمال، الشوط انحصر عند العمال. سلام يا 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 يا, يا الحميري، سلام يا ابو مطر، سلام يا سعيد يا بن عبيد يا الحميري على هذا الاداء الجميل. هناك تألق في تقريبا سن اللقاية، متعب ومتعبة يا سلام. وفي هذا اليوم يقترب العمال من إنجاز سن الإيذاع،
يقترب العمال من انجاز سن الاذاع واظني شوفوا الفاتن شوي عطني الفاتن يا مصورنا يا المبدع يا علي ايضا مصور هذا الميدان لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم هناك في عملية التضمين والتدريب عبد الله بالمر بن حلوة الاشتبي الأخيرة ما بقى من الكثير الا القليل اظني في ظني وتقديري ما حد يعشقك غيري في ظني وتقديري في ظني وتقديري شوفوا شوفوا اللحظات الأخيرة اللحظات الأخيرة عمالية ولا الفاتنية عمال ولا الفاتن عمال ولا الفاتن سلام لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم شكرا سعيد بن عبيد الحميد المركز الثاني فاتن سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم عبد الله بن المر بن حلوة الاشتبي المركز الثالث لمعالي الشيخ محمد بن بطيء الحامد المركز الرابع سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم المركز الخامس سمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم 6 دقائق توقيتنا 3 ثواني 83 جزء من الثانية شكرا يا ابو مطر على هذا الاداء الجميل والمميز.